انطلاقة الشوط التاسع، وهذا الشوط خاص بالجداع البكار. وذكر بأن الشوط الأول الرئيسي كان مع نوف المملوكة لصقر بن فالح بن سوقان البقومي، تهانينا لصقر والناموس. بينما الشوط الأول الرئيسي لجداع القعدان كان مع مالك راهي محمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، فتهانينا والناموس. وكذلك أذكر بصاحب أفضل توقيت في هذا اليوم وفي أشواط هذا اليوم جملة وتفصيلا، الفائز بالشوط السادس وهو السد لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي بتوقيت 7:44 40 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. أيها الأعزاء، انطلق قبل قليل هذا الشوط التاسع ومقدمة الشوط، ومن يحتل المركز الأول في هذه اللحظات حامل الرقم 24 بنت الباز المملوكة راشد بن صقر المريخ. إذن راشد بن صقر المريخي على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول تليها الغزيل لمحمد بن سعيد بو عامر الخيارين. على المركز الثاني ننتقل إلى الظبي. على المركز الثالث لفهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي. دور المركز الرابع، ومن تحتل رابع المراكز في هذه اللحظات شعار راشد بن ناصر بن جبر النعيمي واسمها بنت شاهين مضمر عبد الله بن هدوب العمري. ننتقل إلى المركز الخامس اللي اختفت المركز الرابع المتحدة لمحمد بن ماجد بن حلفان المري. هذا هو نداءنا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وما زالت بنت الباز على مقدمة الشوط وثلاثة كيلومترات. يا راعي بنت الباز راشد بن صقر المريخي ما زالت تقود هذا الشوط، وما زالت حتى اللحظة هي سيدة الموقف. ولكن الخوف من شعارين خطيرين تحاصر بنت الباز. أول المتقدمات الغزيل محمد بن سعيد بو عامر الخيارين، وأيضا وصول من الظبي فهد بن حصين النعيمي. على المركز الثاني غيرت في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث الغزيل لمحمد بن سعيد بو عامر الخيارين، ورابع المراكز المتحدة لمحمد بن ماجد بن حلفان المري. ننتقل ونواصل بنداءنا إلى المركز الخامس، حيث القدوم والتقدم بنت شاهين راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي. يا سلام، يلا يا بن هدوب، يلا 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 يلا. هذا الشعار الذي له صولاته وجولات، الشعار راشد بن ناصر الجبر مشاهدينا الأعزاء على المركز الرابع في هذه اللحظات، ودخول وتسلل وتقدم من النادرة صقر بن فالح بن سوقان البقمي، وأيضا شعار نوف من خطفت أول أشواط الجداع البكار في هذا اليوم، وأهدت بالتالي السلام إلى الأشقاء هناك في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأيضا أرى التسلل من الدرعية حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري اللي تنتقل في هذه اللحظات بدورها إلى المركز الرابع. والمركز الخامس غزل معجب بن سعيد بن الأجمع الخيارين، وأيضا تغيير عليها من شديدة صالح بن مسلم بن عقيل المري اللي غيرت وخذت في هذه اللحظات المركز الخامس. وأعود إلى التغيير اللي طرأ وجرى على مقدمة الشوط الغزيل، ولكن أيضا تنخطف مقدمة الشوط اللي ساخنة في هذا اليوم وفي هذا الشوط الغزيل المتحدة محمد بن ماجد بن حلفان المري، وأيضا وصول الظبي فهد بن حصين النعيمي اللي تنتزع المركز الثاني وعينها على المركز الأول. أول في هذه اللحظات أيضا الثالثة الدرعية لحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار تتسلل وتنتزع المركز الثالث انتزاعا. الله هي الغزيل اللي على المركز الرابع وتغازل صدارة الشوط محمد بن سعيد وعامر الخيارين، وشعار بن عقيل خطير 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 خطير. يا سلوب، الله يا شديدة وانتظروا شديدة في الأمتار القادمة. الله الكيلو الأخير يا متابعين 1200 متر، الأمتار الثقيلات على حلوق المعلقين وعلى حلوق وأيضا حناجر المسايرين من يصدحون بالأوامر
بعد قليل. الله أرى شعار خطير وله حضور يتسلل ليدخل إلى عالم الإذاعة. خلود عبد الإله بن رويشد الجني تتسلل لتنتزع خامس المراكز، وأيضا اسم قادم منصورة لفايز بن عبد الرحمن بن سالم البلوي أحد أبناء تبوك. الكيلو الأخير يا متابعين، الكيلو الأخير، الله يا هذا الكيلو، الله يا هذا الكيلو، ويل المضمرين من هذا الكيلو، كيلو العمليات، كيلو جولة الأوامر. المتحدة 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 والبلوي قادم، منصور لفايز بن عبد الرحمن بن سالم البلوي، وأيضا أهالي المدينة المنورة قادمين على المركز الثالث مع خلود عبد الإله بن رويشد الجني. يا سلام يا سلام لمن الشوط، ما زالت المتحدة مع 700 متر الأخيرة، ونقترب من 600 متر الأخيرة ونقترب من خط النهاية، وما زالت الأعصاب مع المضمرين هادئة. الغزيون الغزيل 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 أو المتحدة مشاهدينا الأعزاء، وصول من صدمة صالح بن عبد الهادي بن الحبيشة النابت، ولكن خلود يا خلود، خلود والمتحدة، خلود والمتحدة بن حلفان والجني في تنافس قوي ومعركة طاحنة على صدارة الشوط، ولكن المتحدة 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 تصر مشاهدينا الأعزاء على انتزاع الفوز والناموس لمحمد بن ماجد بن حلفان، وما زالت المحاولات أيها الأعزاء من خلود، ولكن المتحدة سلام بن حلفان سلام، سلام المتحدة سلام على هذا الفوز وعلى هذا التقدم. يا سلام على سلالة المتحد وعلى المتحدة في هذا الشوط، تهانينا لمالك المتحدة، تهانينا والناموس لمالك المتحدة محمد بن ماجد بن حلفان. المركز الثاني خلود عبد الإله بن رويشد الجني، المركز الثالث صدمة صالح بن عبد الهادي بن حبيشة النابت، المركز الرابع منصورة لفايز بن عبد الرحمن بن سالم البلوي، المركز الخامس غزل معجب بن سعيد بن لجبع الخيارين. تهانينا لكل الفائزين أيها الأعزاء، شوط قوي، أشواط تثير الأعصاب حقيقة، حتى خط النهاية. المركز الأول كان مع المتحدة، قطعت المسافة في 7 دقائق 49 ثانية، 94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك المتحدة محمد بن ماجد بن حلفان المري. المركز الثاني اللي حقيقة ما قصرت، خلود قطعت المسافة في 7 دقائق 50 ثانية، 30 جزءا من الثانية. تهانينا لعبد الإله بن رويشد الجني، والتهاني لسليمان بن رويشد الجني. المركز الثالث صدمة احتلت المركز الثالث، 7 دقائق 52 ثانية، 92 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك صدمة.